دابا هاد الناس حبسوا عليك الطريق يعني داروا هاد الناس. السلام عليكم بعدا بلاتي يعني تفضلي، بغيت نسول واش حبسوا عليك الطريق يعني في حبسوا عليا الطريق من اللي هاد الناس. انا اصلا ماشي وارثه معاهم، انا من الوارثه مع عائله راجلي. نعم ناضوا عائله راجلي باعوا هاد الارض على الشياع، تكاتبوا معاهم على المخارجه، هما شراوها جوج رجال تكاتبوا معاهم على المخارجه فيها سته خدامه. السلام عليكم متتبعي قناه شوف تي في على المباشر من دوار ولاد عروس واحد المزامزة نواحي سطات. من يعني الامور اللي يعني ما كتدخلش العقل، هاد السيده الارض ديالها جاو الجيران ديالها اللي حاولوا انهم حبسوا عليها الطريق، داروا لها حدود يعني وهميه، الناس انهم حدوا لها في البلاد ديالها الشوك تقريبا، هذا هو الشوك اللي حاولوا انهم حبسوا عليها الطريق في الارض ديالها ومنعوها. يعني غادي تحاول تكلم لنا على هاد الامور يعني ومجموعه من المسائل اللي غادي نعرفوها. تفضلي لالا. السلام عليكم خوتي المغاربه. هاد السيد شرى من عند العائله ديال راجلي. نعم لالا. شرى سته الخدامه، انا درت التعرض شفعت سته الخدامه، عندي حكم، عندي تنفيذ، عندي عقد، عندي كل شيء. كانت فاجئ بالسيد قفل عليا الطريق، خاد لي 18 متر، دار فيها عشه ديال الدجاج، حيد لي سعاده القيد الله يجازيه بخير، فاتح باب خدا لي 2 متر. كنتصل بالمقدم كنقول لي واش وصل التحفيظ الجماعي، كيقول لي مازال مازال. مشيت عند سعاده القيد الله يجازيه بخير، قال لي يكون بينك وبينه تواصل انت والمقدم، الوقت اللي غادي يوصل تما المهندس غادي يتصل بك. كنت فاجئ البارح مع 12 ديال النهار، عاد تفاجئ بيا عيط عليا المقدم قال لي جي راه كنتسنى فيك انا والمهندس في الارض ديالك. جيت انا وولدي قال لي حنا باش نعبروك الارض ديالك، ملي طاح يعبروا لي الارض ديالي قلت لهم من القن ديال الدار حتى لتحت. ملي مشى كنتفاجئ قال لي لا هذاك السيد راه ديالك 2 متر ما يمكنش تحط الحجره تما، راه المحافظه غترفض لك هاد الحج هاد المسائل المساحه اللي ديالك، راه ما غاديش تدخلها لك التيتر. ملي وصلنا هنا باش يهود يعبر كنتفاجئ السيد اللي كان شاري من عند العائله ديال راجلي يعني دار هاد النص ديال الارض سجلوا وحفظوا ب 12 شاهد في الجامع، 12 شاهد الجامعيه. ملي جيت قلت لي انا عندي حكم وعندي تنفيذ قال لي ما عندنا ما نديروا لك، سيري ديري التعرض. انا هاد السيد دايره به الشكايه السيد وكيل الملك والله يجازيه بخير، عطى التعليمات للجندارم وخرجوا الجندارم داروا خدمتهم وداروا معاينه قبل رمضان، كنتسنى فيهم باش يعيطوا عليا ندوزو عند السيد وكيل الملك. كنتفاجئ بالسيد دار 12 شاهد من ورا الحكم عام شهر 5 وشهر 5 باش انا رابحه هاد الارض. كنتفاجئ بولد عم راجلي كنقول ليه اش هاد الشيء درتيه فلان، قال لي سيري دعي عائله راجلك، عائله راجلك سيري دعي الوراثه هما اللي خاصهم يردوا لك الارض ديال ولادك وديال راجلك. انا ما عرفتش اشنو غادي ندير، انا كنتمنى من الله وجلاله الملك السيد وكيل العام والسيد وكيل الملك يدير تحقيق في هذا الشيء. بقاي معنا لالا غادي نشوف الولد معاك وغادي نرجعوا لك يعني نشوفوا الامور. تفضل اخويا. اخويا هاد البلاد شافعينا، هاد البلاد ديال جد 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 جدي، حنا وارثانا على اربعه الناس، اربعه جدود وعم شبه. ارليا عمامي باعوا حقهم على الشياه هاد البلاد. لحظه ملي باعوا حقهم على الشياه انا هاد الام ديالي ردت هاد البلاد، ردتها قانونيا. وعندها حكم يعني راه في صالح ديالها يعني طالعت عليه. ها هو العام اسيدي، ها هو حكم من وكيل المالي طالعت عليه. هذا العقد، العقد فيها ست خدامه كبار. نعم ها هما خرجه هادو خويا الوطن. عبرت انا بلادي لقيت فيها اربعه خدامه و 300 متر. نعم كنتفاجئ السيد دار الحد والحد ها هو جديد، فهمتي يعني هذا الحد راه يلاه هذا جديد. ها هو لما تصاب جديد انا يمشي لغايه البحر، هذا الحد هذا يمشي للخبره، لما تصابش هذا الحد مديون هذا عامين حكموا عليا انا باش بغيتو، هذا الحد يمشي للخبره. وكنطالب اسيدي ببلادي. راه الناس اخويا يعني الجيران ديالكم تعداو عليهم، نعم اسيدي، انهم داروا هذه الطريقه اسيدي بهذا الشكل نعم اسيدي، وسدوا علينا من الفوق ما خلوناش ندوزو ما خلاناش نحرشو بلادي. داروا هما الطريق من اللي داروا من اللي وانا نعم اسيدي غادي تصور الطريق اللي داروا على البلاد ديالهم. ماشي ديالهم اللي حبسوا عليا ديال الحاج محمد كيعيش في فرنسا، هذيك الحاج اللي حبسوا عليا ماشي ديالهم وداروا اليوم هما جوج تركان وهذيك البلاد تيدر كيقول لك ديالي
كي دار سميت مولاها كيقول لك ديالي. انا كنطالب حنا سيدي كنطالبوا بالتحقيق ولكن جلالة الملك كنطالبوا بالخبره ولا بلاد الدرا قالت لك وارث انا مع جدو والمحكمه يعني ما تكونش بالطريقه انه عندكم حكم وارثينا حكم من وكيل المال ايوا بالطريقه هذه عندنا التنفيذ هادشي فلوس والعقد فيه الزاد خدامه كبار اذا بك نتفاجئ الكيجار مع الخدامه كل يوم دابا نلوح لك التصويره من الساتيليت دابا نعطيك التصويره من الساتيليت مرحبا خويا تحطها من الفوق تشوف الناس كيفاش ضاربين الحد هاد العبره هادي كيفاش ضاربين هو بيع هو شاري وتخلص وتنفذ وتبلغ وفي الاخر كيقول يا والله الا ديتيها والله اليوم ولا خسرتي ديتيها والسيبه اختي هادي والسيبه انه كيحلف عليا كيحلف عليا والله الا ديتيها جينا في رمضان تهجم عليا هو وخو وباه حبسوا علينا المهندس ما خلاوش يحط الحجره كنقول عندي الوثائق تخلصتي نفذتي الواجب ديالك خديتي 12 مليون مخرجه فيها 6 خدامه والعقد فيه 6 خدامه والوكيل المالك وامر السيد الوكيل المالك الحكم حكم نهائي قطعا سلمات لي الارض ديالي كنتفاجئ هاد خدامه ونص وخد جوج ميتهم جيت الباب وحل الباب من تما وداروا جوج طرقان حيدوا الحجر داروا جوج طرقان حاشق حاط لي زباله حاط لي النوادر حاط دار كرياج حيدوا لي سعاده القيد الله يجازيه بخير والشيخ الله يرحم لي الوالدين سعاده القيد حيد لي العشه فيها 18 متر عامره بالدجاج البلدي حيدها لي قال لي سد الباب ما بغاش يسد الباب قال لي سير خلوني مني لا نتناطح انا وياه فوتوني عاد انتوما خليني نتناطح انا وياه انا كنطلب دابا باش كطالبي انا كنطلب بحقنا كنطالبوا بلادي الكوانا فورا بمخالفه بالعقد كلشي ديك 12 شاهد اللي دارت ما عرفوش دارت وهميه حكم وكيل مالي عام باش انا غنتابع دوك 12 شاهد غنتابعهم قانونيا عام باش نربح هاد الارض عام عام احنا باقي في الاجراءات ديال السيد وكيل مالي انت كنتفاجئ بالسيد دار 12 شاهد ودخل التسجيل دخل التحفيظ الجماعي وانا عندي عقد وعندي حكم عندي عقد وعندي حكم سيد مخلص سلمت لي المبلغ ديال الفلوس كتفاجئ داير لي باب وداير لي طريق وهذيك الدار هي اصلا بانيها بلا رخصه بلا بلان بلا والو قال لي انت قال لي فوتوني خليني نتناطح انا وياه انا كنطلب من سيد وكيل العام يدير تحقيق فورا في هاد الناس اللي تعدوا لي على رزق رزق ولادي اليتامى راجلي دوز 25 عام ديال الصحراء كان في لامارين توفى مسكين كنت فاجئ بولد عم راجلي كنمشي عندو كيقول لي درت داكشي الواجب اللي كاين سيري دعي عائلة راجلك سيري دعي الوراثة انا علاش غندعي الوراثة الوراثة باعوا وأدوا الواجب في الوثائق دايرين حقنا مخلينو لينا في الأرض وكاتبين بالمخارجة والواجب والعدولة داير الواجب ديالو داير القانون ديالو والمحكمة حكمت ليا داكشي قانوني انا كنطلب من الله وكيل جلالة الملك ديال المحكمة تسطات فورا يصيفط ليا ويدير تحقيق في هذا الشيء الجندارم داروا خدمتهم الله يجازيهم بخير داروا المعاينة دابا باقي لنا التقديم عند السيد وكيل المالك باش نتقدم انا وياه حيت هو ناض حرتها من وراي انا ما حاضرش وحرتها توريهم بان انا ما حارتهاش انا ما حارتهاش هو حرتها هي ومن جاو الجندارم لقاوها محروته الله يرحمني من الوالدين الله يجازيهم بخير هاد السيد حرت الارض ترامى لي على الارض ديال ولادي اليتامى وكنتفاجئ جاب المهندس وحط الحجر انا كنعيط للمقدم كيقول لي باقي 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 حتى كنتفاجئ به امس حتى ل 12 عاد عيط ليا ملي جا قال لي هو السيد دار 12 شاهد مع ديما قال لك راني عيطت لك وما لقيت تليفونك طافي قال لي عيطت لك تليفونك طافي قلت لي تليفوني خدام 24 ساعه على 24 ساعه وعمر تليفوني انا ما كيطفى دار الخبره للتليفون الا تصاب المقدم عيط عليا وما جاوبتوش ولقى التليفون ديالو طافي يحكم عليا باش ما بغى كيف كتشوفوا على المباشر متابعينا مشاهدين الاذاعه القناه شوف تي في يعني هذا الظلم وهذا الحقره يعني اللي حسات بها السيده ارمله يعني اللي في الارض ديالها حاولوا انهم يعني حبسوا عليها الطريق حاولوا حبسوا عليها حاولوا حبسوا عليها الطريق على البزاره يعني البزاره شوف شحال من خويا شوف بودره تاع البودره فينا هما راه السلك باقي يعني حاولوا انهم خلقوها في الارض ديالها حبسوها يعني الارض ديالي ديال ولادي اليتامى انا ما تعديت على حد ما ديت حد ما كيتساني حد حتى سالوني حتى شي حاجه باغا لي في الاوراق انا اللي باغا في الوثائق انا ولد عم راجلي انا ولد عم راجلي هو كيسكن تا هنا في العربيه قال لي سيري دعي عائلة راجلك سيري دعي لويسك ولويساتك انا ما ندعيهمش حنا عائله
بيناتنا نزاعات، كل واحد شاد التقار ديالو، ولكن هما داروا القانون خلاو لينا حقنا. وانا درت الشفعه، والسيد دا 12 مليون في الشفعه في ستات الخدامه. انا كنطالب الارض ديالي وديال ولادي ترجع ليا. الله يجازيكم بخير. الرساله وصلت لاله، كيف كتشوفوا على المباشر؟ كانت انا كناشي السيد وكيل العام والسيد وكيل المالك. انا السيده في الارض ديالها انهم حاولوا كيف ما عايننا انهم حابسين عليها الطريق، خانقينها من جميع الامور. الارض ديالها ارمله، يعني كطالب يوجه رسالة السيد الوكيل العام لجلالة الملك محكمة استئناف السيد الرئيس الأول للمحكمة، يعني لجميع المسؤولين القضائيين بهذا الظلم والحقرة اللي حسيت به. كنشكركم على التواصل. بغيت شي جمعية توقف معايا، بغيت شي جمعية توقف يعني معايا ومع ولادي اليتامى، حيت ولادي اليتامى ظلموا من 2018 اليوم لهذا. ضاعوا في حقهم، ضاعوا في الحق ديال ولادي، حق ولادي ضاع ليهم، حق ولادي ضاع ليهم. شكرا لله. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير.